أهلا بكم. فقد كشف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ياسر الوادية عن اتصالات مكثفة ومساع جادة لفتح معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي، والذي تغلقه السلطات المصرية منذ 9 سنوات ولم يفتح فيها إلا بشكل متقطع. وفي سياق متصل بجريمة استمرار إغلاق المعبر وتحويل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، ما زالت أجواء من الغضب تسود قطاع غزة بسبب إعدام الجنود المصريين بدم بارد ودون أي تحذير للشاب الفلسطيني إسحاق حسان، الذي اجتاز بعدة أمتار من الحدود الساحلية بين قطاع غزة ومصر، ولم يلتفت جنود النظام المصري لنداءات أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعدم قتل الشاب والإشارة لهم بشكل واضح أنه مريض نفسيا رحمه الله. ولمناقشة هذا الموضوع ولمرافقتنا على مدار الحلقة، أرحب بضيفي في الاستوديو السيد محمد صوالحة، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية. وقبل البدء بالحوار دعونا نشاهد التقرير التالي. حصار غزة يدخل عامه العاشر مع بداية السنة الجديدة، ولا أمل يلوح بالأفق بنهاية قريبة تكسر قيد أكبر سجن جماعي في التاريخ. ولئن كان حصار الاحتلال الغريب قاسيا وظالما، فإن حصار ذوي القربى أشد مضادة وظلما على الغزاويين. هذا الحصار تمثل بإغلاق الجارة العربية للقطاع للمعبر الوحيد لقطاع غزة مع مصر ومع العالم. حصيلة الأيام التي فتح فيها المعبر العام الماضي كانت 21 يوما فقط حسب إحصائية نشرتها الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قالت فيها إن إغلاق معبر رفح منذ بداية عام 2015 وحتى نهايته بلغ 343 يوما في أسوأ إحصائية يشهدها عمل المعبر منذ عام 2009، لتؤكد أن معبر رفح عمل بشكل جزئي للحالات الإنسانية والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، وأن نحو 25 ألف حالة إنسانية في غزة هي بحاجة ماسة للسفر عبر المعبر. معبر رفح البري يربط قطاع غزة بمصر ومنها بالعالم أجمع، تغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل منذ تموز يوليو من عام 2013. وقد فاقم المعاناة الإنسانية لغزة وأهلها قيام السلطات المصرية بإغلاق أنفاق القطاع وإغراقها بمياه البحر، ما قطع معها آخر الشرايين الرفيعة التي كانت تمرر بعض المواد الإنسانية في السابق. حكومة مصر تتذرع في استمرار إغلاقها للمعبر بعدم وجود اتفاق فلسطيني لإدارته بإشراف الحكومة الفلسطينية الكامل، وبعدم وجود سلطة وهيئة معابر واحدة بعيدا عن التجاذبات الحزبية الداخلية. إلا أن هذه الرواية تصطدم بواقع وجود حكومة توافق فلسطيني واحدة على الرغم من حالة الانقسام الفلسطيني، كما أنها لا تبرر عدم وفاء السلطات المصرية بواجباتها والتزاماتها العربية والدولية القانونية منها والإنسانية بفتح المعبر. وفيما يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذكرى انطلاقة فتح أن جهوده مستمرة لفك حصار قطاع غزة واستكمال مسيرة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، إلا أنه يربط تخفيف معاناة أهل غزة بعودة ما سماها الشرعية للقطاع المحاصر. وفيما يحاول الفلسطينيون التوصل إلى توافقات حول فتح المعبر، إلا أن فتحه على ما يبدو دونه عقبات إقليمية تتجاوز الحالة الفلسطينية لتتخذها بعض الأطراف قضية لكسر طرف فلسطيني دون آخر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأهلا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير. أستاذ محمد، هل فعلا هناك مساعي جديدة لفتح معبر رفح؟ وهل يمكن القول أن عام 2016 سيشهد نهاية مأساة هذه المأساة التي يعاني منها أهل القطاع؟ والله لا نملك إلا أن نقول إن شاء الله. نأمل أن يكون العام القادم أو العام الذي بدأ اليوم أن يشهد نهاية هذه المأساة. هذه مأساة في الحقيقة يعني غير مقبولة قانونيا ولا إنسانيا ولا سياسيا. نحن نتحدث عن ما يقارب مليوني إنسان لا يستطيعون يعني
الحصول على أساسيات الحياة. إسرائيل تحاصر من جهة ومصر تحاصر من الطرف الآخر، وهذه القضية للأسف أنا أعتقد هي قضية سياسية وليست ليس لها أي أبعاد. هناك تذرع أحيانا بأبعاد سياسية داخلية فلسطينية، حالة الانقسام، من الذي يسيطر على المعبر، أو أحيانا بظروف أمنية، ولكن في الحقيقة القضية بشكل أساسي هي قضية سياسية، بمعنى هو موقف الحكومة المصرية من الثورة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية. إسرائيل بقيت تسيطر على معبر رفح حتى عام 2005، وبعدها بعد انسحابها من القطاع وكلتها حسب الاتفاقية التي جرت في ذلك الوقت لمجموعة أوروبية. كانت هذه المجموعة تأتمر بأمر إسرائيل أولا وتنسق مع مصر. خلال هذه المرحلة لم تكن حماس يعني تسيطر على قطاع غزة، ولم تكن حماس يعني تسيطر على المعبر، يعني لم تكن ذريعة حماس لم موجودة. لم يكن هناك ذريعة في تلك المرحلة من 2005 إلى 2007. أغلق معبر رفح 86% من الوقت، بمعنى أنه حتى في تلك الوقت، في ذلك الوقت قبل أن تكون حماس موجودة، كان يتم الانتقام من أهل قطاع غزة بهذه الطريقة. لماذا؟ إسرائيل باختصار كما قلت، هناك موقف من أهل غزة، هناك موقف من المقاومة الفلسطينية، يراد لشعب غزة وللشعب الفلسطيني أن يستسلم استسلاما تاما. وأنا للأسف أقول هناك من يدفع بهذا الاتجاه من طرف بعض الأطراف العربية لتجعل الشعب الفلسطيني كله يسير في اتجاه واحد، اتجاه الاستسلام لإسرائيل. طيب، هناك يعني تصريحات لياسر الودية رئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين يتحدث عن مساعي جادة وجديدة لفتح المعبر بالتنسيق بين الجهات الفلسطينية المختلفة، أي الفصائل المعنية والسلطة الفلسطينية والجهات الرسمية في مصر. أين وصلت هذه المساعي؟ وهل هناك بريق أمل حقيقي هذه المرة يمكن أن يسفر عن فتح المعبر؟ يعني أنا سأكون واضحا في هذا، أنا لا, 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 لا أعتقد أن هناك أمل كبير في هذا الموضوع، ببساطة لأن يعني الموقف المصري تحكمه اعتبارات سياسية. يعني للأسف أنا أقول أنه يعني حياة المدنيين حتى تحت الحرب هناك اتفاقيات دولية تنظمها، وبالتالي ينبغي النظر إلى أهل غزة وإلى معاناتهم من هذه الزاوية. خلال هذه المرحلة أو خلال الفترة الماضية تم الحقيقة الإعلان عن كثير من المبادرات. أنا أعتقد أن هناك طرفين أساسيين ضالعين في قضية يعني الحصار الآن على أهل قطاع غزة، الطرف المصري وطرف الحكومة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية في رام الله. نحن حتى الآن لم نسمع من السلطة الفلسطينية في رام الله أنها طالبت مصر بأن تفتح المعبر بشكل واضح وصريح، بغض النظر عن الطريقة التي يدار فيها. الطرف الذي يحكم الآن قطاع غزة، حركة حماس، طلبت من جهات كثيرة، قدمت مبادرات، قد لا تكون هذه المبادرات خرجت بطريقة دعني أقول يعني رسمية بالشكل المطلوب، ولأن الأفق السياسي لم يكن واضحا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك جهات كثيرة قدمت مبادرات. المبادرة قبل الأخيرة، نأتي الآن لحديث المبادرة الفصائل الفلسطينية، منذ مدة الجمعيات المؤسسات حقوق الإنسان في غزة تقدمت بمبادرة، وكنا نعتقد أن هذه المبادرة يمكن أن تكون مبادرة معقولة، وكانت ترتكز على أن يتولى الصليب الأحمر وجهات دولية إدارة المعبر. حماس أعلنت أنها لا مشكلة لديها في ذلك، بغض النظر عن من يمكن أن يدير المعبر. الآن الجبهة الشعبية والجهاد وبدعم من فصائل فلسطينية أخرى تقدم يعني مبادرة جديدة، نأمل من الجميع أن يوافق عليها. نريد أن نسمع السلطة الفلسطينية في رام الله تقول أننا موافقون. نريد أن يعني المبادرة الآن ترتكز على أن يكون هناك شخصية وطنية محايدة يتم التوافق عليها تعمل على إدارة المعبر، والأموال التي تأتي من إدارة المعبر تقصد هيئة وطنية، هيئة وطنية وشخصية. نعم. وشخصية أيضا هيئة وطنية، يعني مدير معابر أيضا، مدير للمعبر، مدير للمعبر، شخصية وطنية يتم التوافق عليه. أنا أعتقد أن حماس لا ترفض هذه الصيغة، على كل توافق على هذه الصيغة، ولكن لحد الآن نريد أن نسمع
من السلطة الفلسطينية، من محمود عباس، من رامي حمد الله، من كل هذه الجهات، أن تقول أنها موافقة على هذا، على الأقل على الأقل، من أجل أن يعني تسحب الذرائع من الطرف المصري، لأن عمليات القتل اليومي يعني الناس نظرت إلى شاب واحد قتل بالرصاص منذ أيام، وفي جريمة في الحقيقة بشعة، ولكن هناك المئات يموتون بسبب نقص الغذاء الدواء، بسبب المعاناة، حياة الناس معطلة، نريد أن تنتهي هذه المأساة. نأمل ذلك أستاذ محمد. وفي الحقيقة ما سرب أو ما نشر من مسودة اتفاق قال ياسر الوادية أنه يعني يسعى كمجموعة مستقلين مع السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية مع الجهات المصرية، يسعى إلى تطبيقه قريبا والتوافق عليه، يتحدث عن أنه هناك هيئة وطنية متفق عليها بين هذه الجهات كلها ودون إقصاء لأي طرف. ولكن الملفت للانتباه أن حصل هناك قدر شيء من التلاسن كما يبدو، أحد قيادات فتح واسمه فيصل أبو شهلة، نعم، تحدث عن أن حركة حماس ترفض مثل هذا الاتفاق، هل يمكن أن ترفض حركة حماس؟ حماس ردت أنها لم ترى حتى الآن هذه المبادرة، يعني هو قال إن حماس رفضت، وحماس ردت قالت نحن لم نرى المبادرة حتى الآن، يعني لتقدم لنا المبادرة لنقول نعم. أنا لا أعتقد أن حماس ستقول لا، حماس كانت تقول منذ البداية لا مشكلة لدينا في أن تأتي هناك إدارة حتى من السلطة الفلسطينية في رام الله لإدارة المعبر، ما نريد هو أن لا يتم تشريد الموظفين الموجودين، أنت تأتي بإدارة وتأتي بمن تريد معك كمدير، ولكن لا يتم إقصاء. ولذلك تنص الاتفاق المبادرة هذه الجديدة، مبادرة الفصائل الفلسطينية، تنص على عدم إقصاء الموظفين، ولكن يمكن إحضار موظفين آخرين لإشراك الجميع في هذه القضية. والحرس الرئاسي هو الذي والنقطة الأساسية أيضا في هذا الموضوع، ربما من أجل يعني دغدغة عواطف السلطة الفلسطينية، أن ما يأتي من أموال يصرف على تطوير المعبر وعلى البنى التحتية في قطاع غزة. جميل، اسمح لي الآن ينضم إلينا الدكتور يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس عبر الهاتف من خان يونس. دكتور يحيى مرحبا بك معنا. حياكم الله. دكتور يحيى، أولا كل عام أنتم بخير، ثانيا هل هناك أي جديد بخصوص فتح معبر رفح، وهل هناك رصيد على أرض الواقع لهذه المبادرة التي تسمى مبادرة الفصائل وتحدث عنها ياسر الوادية خلال الأيام القليلة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك وتحية لك ولكل شعب أينما وجد، وتحية لعوائل الشهداء والانتفاضة الباسلة في الضفة الغربية. نحن تحدثنا بخطوط عريضة واضحة تماما، نحن مع كل مقترح يمكن أن يخفف عن شعبنا الفلسطيني ويمكن أن يؤدي في النتيجة في مآلاته إلى فتح المعبر. لذلك نحن كحركة حماس لسنا متمركزين حول أنفسنا أو مصالح لنا، مصالحنا هي مصالح شعبنا، ولذلك الذي يهمنا أن يفتح هذا المعبر. ولكن فيما يتعلق بالمبادرة التي طرحتها الفصائل، هذه المبادرة هي قيد الدراسة الآن، لأنه وصلتنا في الأيام المتأخرة، عندما تحدث فيصل أبو شهلة لم تكن هذه المبادرة لا مطروحة ولا مبلورة ولا هي موجودة على الساحة في ذلك الوقت. لكن الآن الفكرة الأساسية أن يكون هناك هيئة وطنية للإشراف على موضوع المعبر، وأن يكون هناك عدم إقصاء ولا إحلال ولا إبعاد للموظفين، وأن يدار المعبر بشكل مهني. هذه الأسس أسس متفق عليها وليس هناك إشكال فيها. لكن عندما نأتي إلى تفاصيل كثيرة، مثلا المتعلقة بقصة إيرادات المعبر، إيرادات المعبر هناك فرق بين الإيرادات المتعلقة بالرسوم على الأفراد ذهابا وإيابا، وهذه قليلة جدا يمكن أن تصرف على تطوير المعبر. لكن لو كان هذا المعبر فتح للحركة التجارية بين قطاع غزة وبين مصر، فهذه الأموال لا يمكن أن تصرف على المعبر، لابد أن تصرف على الشعب الفلسطيني، على الصحة، على التعليم، على أمنه، يعني هذه قضايا مختلفة. نعم. لذلك هناك تفاصيل كثيرة، لكن كل الأمور هاي يمكن أن تدرس بقلوب وعقول مفتوحة، ونحن جاهزون للتعاطي مع أي مقترح. طيب دكتور يحيى، هل سياسي بمعنى أن هذا المعبر حتى الآن نحن نحاول أن نقول أنه معبر فلسطيني مصري،
بينما هو في الحقيقة وفي الواقع تحكمه اتفاقيات كامب ديفيد ولا تحكمه العلاقة الفلسطينية المصرية. لذلك أمر فتح المعبر وإغلاقه للحق هو في يد الطرف الآخر ومن خلال العلاقة في الطرف الآخر، لأن الحدود 14 كيلو هي حدود غير مرسمة بين فلسطين وبين مصر، وإنما هي مرسمة بين سلطات الاحتلال وبين الإدارة المصرية في الطرف الآخر. طيب دكتور يحيى، وأنت تتحدث عن الدور المصري وعلاقة مصر بدولة الاحتلال، السؤال الذي يطرح نفسه في ظل المشاهد المؤلمة التي بثت قبل أسبوع عندما تم قتل الشاب الفلسطيني المضطرب نفسيا عند تجاوز الحدود الساحلية، يعني هل كانت جريمة الجنود المصريين تعبر عن موقف سياسي للنظام في مصر الآن؟ وما الذي يدفع جنود ليقوموا بقدر وصف بالحقد من قبل كثير من الإعلاميين والمراقبين بإطلاق الرصاص بشكل غزير وكثيف على 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 شاب عاري حالته النفسية مضطربة، يعني لم يشكل خطر على الجنود المصريين؟ كيف تقرؤون هذه الجريمة وهذه الرسائل من خلال هذه الجريمة؟ أخي الكريم، هذا لا يحتاج إلى قراءات، هذه رسائل واضحة تماما وصريحة أكثر من اللزوم. هذه جريمة ضد الإنسانية. واقع الأمر أنه في العلاقات الحدودية مطلوب لدولة مثل مصر أن تمكن الشعب الفلسطيني من التحرر وأن تمده بكل أسباب القوة، حتى فيما يتعلق بمده بالسلاح ومده بكل الأسباب اللوجستية لكي يقاوم الاحتلال. هذا ضمن قوانين الأمم المتحدة وضمن قرارات الجمعية العامة. لكن ما يجري على الأرض أن هذا الذي حدث، الانقلاب على الديمقراطية وعلى خيار الشعب وعلى الثورة المصرية، هذا الانقلاب لم يحدث من خلال فقط قوة محلية في مصر، وإنما جاء بقرارات إقليمية وبقرارات مرتبطة بدولة الاحتلال ومرتبطة أيضا بأمريكا وأوروبا. لذلك هذا الذي يجري في النهاية تدفع فاتورته شعبنا الفلسطيني، لأنه ما حدث إلا من أجل أن يقطع الطريق، لأنه كان العدو الصهيوني يشعر بأن وجوده مهدد من وراء الثورات العربية. لذلك جاء قاطع الطريق الآن بهذه القرارات. فتسويق هذا الانقلاب ودعمه هي من كل هذه الأطراف. طيب. هناك إرادة إقليمية، إرادة دولية، إرادة احتلالية، إرادة مع النظام المصري لقطع الطريق ومحاربة ومحاصرة قطاع غزة مع صدق الإسرائيلي والترصد والتعامل معه باعتباره عدو مركزي للإدارة الانقلاب المصري. فهو يتعامل معنا باعتبار أننا نحن العدو، وأن الطرف الآخر الاحتلالي هذا يمثل شريك ويمثل الآن جار. ولذلك أعلن أكثر من مرة السيسي بشكل واضح تماما، نحن لن نسمح أن يكون هناك أي تهديد لجيراننا، وسمى بشكل واضح. طيب يا دكتور يحيى، ذلك الذي يجري هو أوامر محددة واضحة، الهدف منها بأي حال من الأحوال رجع وقطع الطريق وتجفيف منابع للمقاومة في. طيب أين يا دكتور يحيى موقف السلطة الفلسطينية التي هي في الأصل مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة؟ أين هو موقفها من هذه الجريمة؟ هل يعني قامت السلطة بواجبها القانوني والسياسي تجاه ما جرى من اعتداء واضح من قبل الجنود المصريين على هذا الشاب، واعتداءات أصلا سابقة أيضا على عدد من الصيادين وغيرهم، واختطاف 4 من الفلسطينيين؟ هل كيف تقرؤون أيضا موقف السلطة الفلسطينية وما اتخذته من إجراءات لإيقاف مثل هذه الجرائم؟ موقف السلطة أنها شريك في الحرب على الإرهاب، وهناك تصنيف للمقاومة بأنها إرهاب، والسلطة تشارك في التنسيق الأمني ليل نهار. موقف السلطة واضح تماما، موقف السلطة هي موقف الوكالة الأمنية المستعملة من قبل كل هذه الأطراف، وذلك ما فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع غزة ليس باعتباره من الشعب اللي تحت ولاية السلطة،
وإنما هو من شعب آخر واقع تحت حصار السلطة نفسه وتحت تآمرات أبو مازن على قطاع غزة وعلى مقاومته في الحروب التي مرت على القطاع وفي كل ما يجري من إجراءات بمنع حكومة ما يسمى التوافق بأن تقوم بالصرف على قطاع غزة أو تقوم بحل المشكلات. وأبو مازن كل منه أن يستلم معبر رفح ورفض أن يستلم معبر رفح لأنه هو الذي يقترح على الإدارة المصرية القناة المائية واقترح اقتراحات كثيرة وصرح بذلك. هذا ليس شيئا يعني يمكن أن نفتريه على الرجل. فكرة وصلت دكتور يحيى. دكتور يحيى أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. يحيى موسى عضو المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس كان معنا عبر الهاتف من خان يونس. أستاذ محمد يعني لماذا هذا الظلم والتحامل الشديد على السلطة ولماذا يطلب منها أن تكون في وسط هذا الصراع بين حركة حماس والنظام المصري؟ يعني كيف يمكن لها أن تتدخل وهي حسب رواية السلطة تذوق من حركة حماس ما يذوقه النظام المصري؟ يعني أنا لا أوافق على الوصف لأنه النظام المصري لا يذوق شيئا من حركة حماس. أنا أتحدث عن وجهة نظر النظام الفلسطيني الرسمي والنظام المصري الرسمي. حتى النظام المصري الرسمي لا يقول أن حركة حماس تسيء إليه بعد يعني كل هذا الردح الإعلامي لا يعتبر موقفا من لا هو موقف لا علاقة له بأن حركة حماس تسيء إلى النظام المصري الذي نراه إحنا أن في مرحلة ما مباشرة بعد التغيير الذي حصل الانقلاب اللي حصل في مصر حاولت السلطات الجديدة في مصر أن تقول يومها إن حماس لها علاقة بما يجري في سيناء ثم انتهى هذا الموضوع ولم تعد تتحدث فيه لأنها تدرك جيدا أن هذا الكلام غير صحيح ولذلك الآن لا تتحدث عن هذا الموضوع. السلطات المصرية تبرر الآن موقفها من يعني في رفح أو في إغلاق معبر رفح بأمرين. السفير في السلطة الفلسطينية منذ أيام كان يتحدث عن أن يعني فتح المعبر يمنعنا من السيطرة على الإرهاب ونخشى من مرور عناصر وغير ذلك، فهو كلام في الحقيقة لا يمكن يعني تسويقه لأنه هذا الأمر لا يبرر في النهاية خنق 2 مليون إنسان ويعني عدم السماح لهم بممارسة أبسط أساسيات الحياة. السبب الثاني الذي كان يتحدث عنه النظام المصري أنه يتعامل فقط مع السلطة الفلسطينية الرسمية التي يعترف بها عندما تأتي إلى المعبر فعندها سيتعامل معها. إذن الموضوع سياسي وليس لا أمني ولا غيره. وحركة حماس وقطاع غزة لا يسيء إلى الشعب المصري، بل على العكس حركة حماس وأهل غزة يعلنون كل يوم أن أمن مصر هو جزء من أمننا وأن ما يجري في مصر هو شأن داخلي ولا نريد أن نتدخل فيه. أما موقف السلطة الفلسطينية ففي الحقيقة هذا أمر آخر. السلطة الفلسطينية لها موقف. السلطة الفلسطينية قبل الحديث عن معبر رفح منذ أن حصلت الانتخابات وفازت فيها حركة حماس حصل هناك انقلاب. هذا الكلام لا يحتاج إلى كثير يعني تفكير ولا إلى كثير جدال. السلطة الفلسطينية الآن دع حركة حماس على جنب، الذين يعانون هم الشعب الفلسطيني. السلطة الفلسطينية محمود عباس بذاته هو الذي يبرر لكل للسلطات في مصر كل ما تقوم به من إجراءات ضد قطاع غزة. هو الذي قال أن إغراق الحدود هذا فكرته. هو الذي قال أنها فكرته. ثم كل عمليات القتل التي تحصل هو يبررها. وآخرها القتل للشاب حسان. كيف تبررها السلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية خرج من السلطة الفلسطينية من يبرر هذا القتل للحكومة المصرية؟ يعني الحكومة المصرية لها عندها الحق في أن تواجه أي إنسان يعتدي على 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 حدودها. يعني حدودها. السلطة الفلسطينية في كل القضايا التي كان يحصل فيها نوع من الخلاف بين حماس وبين السلطة المصرية كانت تقف إلى جانب السلطة المصرية، بل أكثر من ذلك رأينا أن كثير من الأخبار التي كانت تحصل يعني تتداولها أجهزة الإعلام المصرية كانت تأتي بتنسيق وتلفيق من داخل السلطة الفلسطينية. بمعنى آخر السلطة الفلسطينية في الضفة لها موقف. نعم. ينبغي أن يتغير هذا الموقف وينبغي أن يبتعد فيه عن الجانب الفصائلي. ومحاكات حماس وفتح هذه ينبغي أن تحيد جانبا عندما يكون الهدف هو حماية الشعب الفلسطيني. طيب. الشعب الفلسطيني في غزة الآن يموت. هذه قضية لا يمكن أن يقبل فيها أن يقف فيها جزء من الشعب الفلسطيني
مع طرف يريد أن يحاصر قطاع غزة. واضح واضح أستاذ محمد، يعني في عجالة فيما تبقى دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى، نريد أن نتطرق لأمر مهم عند الحديث عن مساعي كسر الحصار أو إنهاء المعاناة في غزة، لابد من الإشارة إلى الجهود التركية. الآن يقال أن هناك تحركات تركية جادة أيضا للتفاهم مع الإسرائيليين من أجل فتح معبر رفح. في تقديرك أين وصلت هذه المساعي، وهل فعلا تركيا يمكن أن تستخدم ورقة علاقتها مع إسرائيل للضغط من أجل التخفيف عن قطاع غزة، أم أن لها مآرب سياسية أخرى كما تحاول أن تصورها السلطة الفلسطينية من جهة والسلطات المصرية من جهة أخرى وربما إسرائيل من جهة ثالثة؟ السلطة الفلسطينية والسلطات المصرية معنية بأن يبقى هذا القطاع محاصرا طوال الوقت للأسف للأسباب التي ذكرناها. الحكومة التركية هذا ليس سرا، منذ حصل العدوان على سفينة مافي مرمرة وأسطول الحرية عام 2010 توترت العلاقات بين الجانب الإسرائيلي والجانب التركي. أعلنت يومها الحكومة التركية أن لها ثلاث شروط لإعادة العلاقات أو لتحسين العلاقات بينها وبين إسرائيل. نعم. السبب الاعتذار ثم التعويض ثم رفع الحصار عن قطاع غزة. نعم. منذ ذلك التاريخ حصل نوع من التطور، إسرائيل اعتذرت، تدخل الرئيس الأمريكي وعندما كان في زيارة لتل أبيب وطلب من نتنياهو أن يتصل بالرئيس التركي، قيل يومها إن هناك أمور يعني تسير باتجاه متسارع من أجل حل المشكلة، لم يحصل شيء. لكن مصر تدخلت في ذلك الوقت وحالت دون تطور العلاقة. تمام. الآن الأمر تم في تصوري تضخيم خلال المرحلة الماضية بشكل كبير جدا أن القضية ستنتهي وأن تركيا تريد أن تجعل لها موطئ قدم في غزة. أنا أعتقد أن هذا الكلام كله غير صحيح. القضية أن إسرائيل تحاول أن تحيد الطرف التركي وتريد أن تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه. تركيا ما تزال حتى الآن على الأقل تقول إن شروطها لم تتغير وأنها تريد أن يتم فك الحصار عن قطاع غزة من أجل أن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه. طيب هل وارد ضمن المفاوضات التركية الإسرائيلية أن هناك فعلا أصل لفكرة عمل ممر بحري من غزة إلى قبرص التركية؟ فكرة الممر البحري ليست فكرة تركية، هذه فكرة طرحتها مؤسسات NGOs، مؤسسات غير حكومية، بعضها أوروبي هنا في لندن، بعضها من داخل قطاع غزة، طرح هذه الفكرة منذ مدة طويلة. وكانت الفكرة في الأساس أن تكون ما بين غزة معبر مائي، أن يكون ما بين قطاع غزة وما بين قبرص اليونانية وليس قبرص التركية. لكن هذا الأمر لم يجد في الحقيقة من يؤيده، وبالتالي تعثر المشروع. الحديث الآن عن هذا الموضوع، إعادة الحديث عنه، أنا أظن له علاقة بأهداف سياسية. هناك من يريد أن يقول إن تركيا وحماس تريد أن تدخل تركيا إلى قطاع غزة. القضية في تصورها مناكفات سياسية أكثر منها أي شيء آخر. أشكرك أستاذ محمد، أرجو أن تبقى معنا للجزء التالي. إذا مشاهدينا الكرام نخرج الآن لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحوار، وسنناقش في الجزء الثاني تطورات قصة الأسير الفلسطيني الذي هاجر إلى بلغاريا منذ 20 سنة، ولكن دولة الاحتلال الإسرائيلي تطالب الآن بتسليمه من أجل قضاء محكوميته في السجون الإسرائيلية. أرجو التفضل بالبقاء معنا. في الشارع المصري حكايات وأخبار يومية، آلام وآمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقا إلى مطروح غربا، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا. نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معا نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حده السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية. فما تزال قضية المواطن الفلسطيني والأسير السابق لدى سلطات الاحتلال عمر زايد النايف المقيم في بلغاريا منذ 20 سنة تتفاعل في الأوساط الفلسطينية بعد تحذير الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مغبة تسليمه إلى السلطات الإسرائيلية وتحميلها السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح بصفته الشخصية والرسمية المسؤولية عن سلامة النايف وعن كامل التداعيات التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار حسب بيان للجبهة الشعبية. وكان النايف قد لجأ للسفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا بعد أن تقدمت دولة الاحتلال بطلب رسمي للسلطات البلغارية بتسليمه لها باعتباره هارب من السجن. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو السيد محمد صوالحة المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية. أستاذ محمد أهلا وسهلا بكم. أستاذ محمد، ما هي أهم تداعيات الطلب الإسرائيلي لتسليم مواطن فلسطيني مقيم في بلغاريا وزوجته بلغارية أطفاله لديهم جنسيات بلغارية بعد أكثر من 25 سنة من حكمه ومغادرته للبلاد، رغم أن المغادرة كانت بشكل طبعا هو كمقاوم من الجبهة الشعبية غادرها بطريقة غير قانونية وفقا لقوانين الاحتلال؟ يعني إسرائيل تريد أن تفرض على السجناء الفلسطينيين صفة السجناء الجنائيين. تريد أصل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الصهيونية هي لتسليم الجنائيين. هذه المرة تريد إسرائيل أن يعني تصم المناضلين الفلسطينيين بأنهم سجناء جنائيين، وبالتالي تفرض على أوروبا التعامل مع الفلسطينيين بهذه الطريقة. هذا الأمر بالمناسبة إسرائيل يعني إلى حد ما مارسته في أمريكا وضغطت على السلطات الأمريكية في أكثر من موقف في قضايا تسليم سجناء، وفي أحيانا في تجريد شخصيات بالضغط على الإدارة الأمريكية في تجريد مناضلين فلسطينيين سابقين. يعني هناك امرأة أيضا من الجبهة الشعبية حصلت على الجنسية الأمريكية منذ 20 عاما، لاحقها اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة وتم تجريدها من الجنسية الأمريكية. إسرائيل الآن تريد أن تطبق هذا الأمر هنا في أوروبا بنزع صفة المناضل السياسي عن المناضل الفلسطيني وإلصاق تهمة الجنائية به. ويبدو أن هذا الموضوع ربما بعض الدول الأوروبية يعني قد تستجيب لهذا الطلب. للأسف بعض دول شرق أوروبا يعني حيث يعني سيطرة القانون أو قوة القانون فيها أقل من الدول الأوروبا الغربية أخشى أن يتم ذلك إذا لم يكن هناك جهد كبير من الجاليات الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان التي يمكن أن تقف في وجه مثل هكذا قرار. يعني لماذا نحمل مسؤولية للجاليات الفلسطينية والجمعيات النشطاء في أوروبا؟ أليس هناك مسؤولية قانونية وسياسية تحتم على السلطة الفلسطينية أن تقف بقوة في وجه مثل هذا الإجراء الإسرائيلي؟ يعني هو الأصل أنه كل فلسطيني قادر على أن يدافع ويعني يساهم في هذه القضية عليه أن يساهم فيها. لو أن السلطة الفلسطينية وقفت موقفا قويا يمكن أن تؤثر، ولكن للأسف أنا أقول أنه يعني الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية أحيانا لا يشعر كأنها جادة في مثل هذا الموقف. البيان الذي صدر عن الجبهة الشعبية رغم طبعا نفي السفير الفلسطيني في بلغاريا ونفى هذا الكلام، ولكن بيان الجبهة الشعبية يقول إن السفارة الفلسطينية تمارس ضغطا على الأسير السابق الفلسطيني وتريد له أن يخرج من السفارة. طبعا هو لجأ إلى السفارة على اعتبار أن السفارة هي مأوى بالتأكيد يعني للفلسطيني. وبالمناسبة دول شرق أوروبا قبل انضمامها حتى الاتحاد الأوروبي هي يعني تعترف بدولة فلسطين، والممثلات السفارات لها هي سفارات. نعم. لها يعني تتمتع بكل حقوق السفارات. نعم. والحصانة وبالتالي يمكن للفلسطيني أن يلوذ بالسفارة ويكون تحت حمايتها ولها، وهي تتمتع بالحماية الدبلوماسية.
البيان الجبهة الشعبية يقول إن هناك ممارسات وضغوط تمارس عليه من أجل إخراجه من السفارة ليسلم نفسه. لا أدري في الحقيقة أنا مقدار دقة هذا الكلام، ولكن هذا ما ورد في بيان الجبهة الشعبية، وهو إن صح أمر مؤسف جدا. طيب يعني هو في الحقيقة الوزارة الخارجية الفلسطينية تحدثت وأصدرت بيان، على الأقل هناك تصريحات لوكيل وزارة الخارجية جرادات، أظن رشيد جرادات اسمه، يتحدث فيه عن أن السلطة الفلسطينية تحاول بذل كل جهد ممكن من أجل الحيلولة دون التسليم، وأنها شكلت لجنة أزمة مشكلة من وزارة العدل وهيئة الأسرى وغيرها من الهيئات ذات العلاقة لحل هذه القضية. لكن السؤال هو، هل يعني السلطة الفلسطينية التي تكبل نفسها باتفاقية أوسلو من جهة، وبوهم الدولة والعلاقات الدبلوماسية وخشية أن يعني تتأثر علاقاتها في أوروبا، هل يمكن أن تبذل جهدا حقيقيا وبالتالي فعلا تحول دون تسليم هذا الأسير؟ المطلوب أن تبذل جهدا. هل يحصل هذا أو لا يحصل؟ على ماذا يتوقف ذلك؟ يتوقف على موقف سياسي من السلطة الفلسطينية. يعني إذا السلطة الفلسطينية قررت أن تبذل جهود وتتعامل مع الدولة التي تقع الأحداث على أرضها وهي بلغاريا، التي تعترف بدولة فلسطين وتعترف بحق سفارة دولة فلسطين في أن تؤوي إليها المواطن الفلسطيني، أو يعني هو وإن كان طبعا هو لديه إقامة دائمة في بلغاريا وأولاده وزوجته كما تفضلت يحملوا الجنسية البلغارية. أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تضغط على السلطات البلغارية، وبالذات التركيز على أن الجانب القانوني الذي ترتكز عليه المذكرة الإسرائيلية في الحقيقة هو يعني غير قانوني، بمعنى كما ذكرت في البداية هذا الموضوع له علاقة بالجنائيين بالسجناء الجنائي، وهذا سجين سياسي سابق. طب هل المحكمة الإسرائيلية أيضا يعني محكمة سلطة احتلال؟ فكيف يمكن أن يقبل من محكمة سلطة احتلال حكمت على مقاوم بسبب فعل مقاوم في قبل 30 سنة أن يقبل هذا في محاكم في أوروبا؟ يعني ربما يريد الكيان الصهيوني أن يرتكز على قضية أن الشاب مقدسي، وأن العملية حصلت في القدس، وأن أهل القدس يعني لديهم هو العملية حصلت في القدس، لكن الشاب هو من جنين. على كل الأحوال هو على كل المذاهب، حتى القدس هي يعني في القانون الدولي أرض محتلة، وبالتالي لا يمكن تطبيق الموضوع الجنائي على هذه القضية، لأنه مناضل سياسي ومقاوم، ومن حق حسب القانون الدولي من حق الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال أن يمارس كل أنواع المقاومة ضد السلطة المحتلة. اسمح لي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أستاذ جميل، أهلا وسهلا بك معنا، كل عام وأنتم بخير. أنا نبك وكل عام وانت طيب وكل شعبنا طيبين. أستاذ جميل، ما هو أو ما هي أسباب قلق الجبهة الشعبية على الأسير السابق عمر زايد النايف التي تطالب إسرائيل بتسليمه؟ لماذا تقلقون عليه وهو في أيد أمينة في السفارة الفلسطينية في صوفيا؟ يعني أولا الرفيق عمر هو أحد الدواجر والمناضلين والذين يعني تعرض لحكم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو مطلوب للإسرائيلي منذ سنوات طويلة، وهو الآن يعيش لأكثر من 20 عام في بلغاريا، وبالتالي يعني حكومة الاحتلال عندما تلاحق الرفيق عمر ويعني تطالب الحكومة البلغارية بتسليمه، أعتقد هذا أمر خطير يعني يكون له تداعيات وعلى غيره من المناضلين والأبطال والأسرى المحررين الذين يعيشون في الكثير من البلدان في العالم. لكن أنا أقول يعني وجود الرفيق في بلغاريا وفي السفارة هو أمر هام وضروري لحماية الرفيق، وهناك خشية أن يكون هناك مساومات تقضي بتسليم الرفيق عمر، وبالتالي يعني عندما يعني نكون أمام مساومات أو محاولات لتسليمه مقابل تعهدات معينة أو التزامات معينة، الاحتلال الإسرائيلي غير مأمون
الجانب ولا يمكن أن نأمن التعهدات أو التزامات. أستاذ جميل، يعني هل لك أن تكون أكثر وضوحا بخصوص هذه المساومات؟ هل فعلا هناك مؤشرات أو هناك معلومات على أن هناك مساومات لتسليمه؟ لأنكم في البيان كنتم في غاية الصراحة وتحدثتم عن ضغوط على الرفيق النايف. نعم هناك ضغوط صحيح، لكن نحن يعني بكل الأحوال نحن نثق بالفلسطيني وبالسفير الفلسطيني أنه يعني سيدافع عن الرفيق عمر ولا يقوم بأي حال من الأحوال بتسليمه للسلطات البلغارية التي ستسلمه بدورها إلى السلطات الإسرائيلية. لكن أنا أقول أن هناك ضغوط ومحاولات ومساومات أن يعني وتجريها سواء وزارة الخارجية أو غيرها في محاولة لتسليم الرفيق عمر مقابل يعني تعهد معين بأن لا يحكم، بأن يطلق سراحه أو غيره. أعتقد يعني هذه الأمور لا يمكن الرهان عليها، وبالتالي يعني نحن متمسكين بأن لا يسلم الرفيق عمر للسلطات الإسرائيلية بأي حال من الأحوال، ونحذر كل الأطراف يعني من محاولة يعني المغبط سواء البحث عن حلول فيها مساومة وبالتالي يسلم إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أو يعني الجهة الحكومية لكن فعلا بتسليم الرفيق عمر. لكن أستاذ جميل، يعني السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية وكذلك السفير الفلسطيني رفض ما اعتبروه تهديدات من قبل الجبهة الشعبية وتحذيرات وتحميل مسؤولية شخصية ويعني سياسية للسفير الفلسطيني بشكل شخصي عن تداعيات. هل يعني تم تسوية الأمر بينكم في قيادة الجبهة الشعبية وبين السلطة، وهل أنتم مطمئنون للإجراءات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية من أجل ضمان عدم تسليمه؟ يعني أولا لا يوجد خلافات تجاه هذا الموضوع داخل الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية الهدف من كل ذلك هو حماية الرفيق عمر النايف ويعني ضمان عدم تسليمه للحكومة الإسرائيلية. هذا هو الهدف الأساسي والرئيسي، والجميع يسعى في هذا الإطار من الجبهة ومن قيادات الجبهة، سواء يعني بالمواقف والاتصالات التي تمت مع السفير الفلسطيني في بلغاريا أو الاتصالات التي تمت مع وزارة الخارجية. كل هذه الاتصالات الهدف منها حماية الرفيق وعدم تسليمه للسلطات والحكومة الإسرائيلية، ونحن بكل الأحوال هذا هو الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله ولأجله، هي حتى نحمي هذا الرفيق بعد يعني مطاردة وملاحقة أكثر من 20 عام من قبل هذا العدو الموجود. واضح. أستاذ جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أستاذ محمد، يعني هل هناك من تداعيات على الأسرى المحررين غير هو قصة النايف أو هذا الأسير السابق أنه حكم وأمضى 4 سنوات من حكمه ثم قام بإضراب عن الطعام فذهب إلى المستشفى فتمكن من الهرب فوصل إلى دول مختلفة في المنطقة ثم إلى بلغاريا؟ لكن هل وهنا ربما يكون واحد من المداخل أو الأسباب التي يجعل سلطات الاحتلال تتجرأ بالطلب في إعادته، لكن هل يمكن أن يؤثر مثل هذا لو حصل على أسرى محررين موجودين في أوروبا بوفقا للاتفاقيات ومبادلات؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن يحصل، خاصة أنه يعني القوانين الأوروبية أو الأنظمة القضائية في أوروبا تعتمد أسلوب السوابق. نعم. فإذا حكمت محكمة باتجاه ما يمكن أن يكون ذلك سابقة. نعم. ونعتقد أنه كما ذكرت من البداية أنه قضية تحويل الأسير الفلسطيني أو المناضل الفلسطيني إلى يعني قضيته إلى قضية جنائية، هذه بالتأكيد قضية خطيرة. بالتالي أنا أعتقد أنه من المهم جدا أنه كل الجهات الفلسطينية تعمل على منع يعني حصول هذا الأمر، خاصة أنه أصلا الفلسطينيين يعني يندر أن لا يكون هناك فلسطيني شارك في يعني
النضال الفلسطيني بطريقة أو بأخرى، أو دعم المقاومة الفلسطينية بطريقة أو بأخرى. عدد الفلسطينيين الذين سجنوا في تاريخ الاحتلال هو يقارب 1,000,000 فلسطيني، يعني عندنا 1,000,000 فلسطيني. يمكن أن تدعي إسرائيل أنهم إسرائيل بطريقة أو بأخرى أن هؤلاء شاركوا، وهذا في الحقيقة هو أصلا مخالف للقانون الدولي، لأنه من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم. ولكن طبعا للأسف إسرائيل أحيانا تختار الوقت والزمان والمكان الذي ترغب فيه من أجل الحصول على مكاسب سياسية واستغلالها في المستقبل ضد آخرين. واضح. الآن ينضم إلينا السيد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني من رام الله. سيد قدورة، مرحبا بك معنا، وكل عام وأنتم بخير. حياك الله، كل عام وأنتم بخير جميعا، وكل الأمة العربية والإسلامية وكل المؤيدين لقضية فلسطين في العالم. آمين. أستاذ قدورة، يعني أين وصلت آخر تطورات قضية المواطن الفلسطيني الذي يحمل جنسية بلغارية وهو الرفيق في الجبهة الشعبية عمر زايد النايف الذي تطالب إسرائيل بتسليمه؟ وهل تتابعون جهود السلطة الفلسطينية؟ وهل يمكن أن يتم تسليمه فعلا، أم أن السلطة موقفها السياسي واضح إزاء هذه القضية؟ يعني الموقف واضح، ونحن نريد يعني الموقف الفلسطيني أن يبقى متماسكا، حيث أن هذا الأخ مثل كثير من الفلسطينيين الذين تطالب إسرائيل أو تلاحقهم إسرائيل. نحن نستغرب أيضا من الموقف بلغاريا، حيث أن العديد من الدول إذا ما ثبت لها أن شخص فلسطيني يمكن أن يتعرض للأذى والاعتقال من الاحتلال كانت تسارع إلى منحه اللجوء ويعني توفير مظلة حماية له. لكن هذا سلوك، يعني أيضا سلوك الدولة سلوك غريب، أن يعني تظهر يعني موقف تبدي من خلاله التزام تجاه إسرائيل مع علمها أن هذا الأخ هو مناضل فلسطيني وليس مجرما فار من العدالة. وإضافة لذلك أنه لم يحدث في أوروبا أن قامت دولة بتسليم مواطن فلسطيني لإسرائيل. حدث هذا من الولايات المتحدة في أكثر من مرة، ولكن في أوروبا هذه الحادثة الأولى. طيب أستاذ قدورة، يعني لو ركزنا في عجالة على خطة السلطة الفلسطينية للتعامل مع هذا الملف، لأن هذه إذا حصلت فستكون سابقة خطيرة كما أكد ضيوفنا في الحلقة، يعني هل أنتم مطلعون على جهود السلطة الفلسطينية، وزارة الخارجية، السفارة، يعني كيف ستتعامل السلطة مع هذا الملف؟ يعني أولا هذا السؤال يجب أن يوجه للسلطة ويجب أن يوجه لوزارة الخارجية. أنا لست يعني ناطقا باسم وزارة الخارجية ولا متحدث باسمها. نحن نسعى كنادي أسير ومؤسسات عاملة مع الأسرى كي يبقى الموقف الفلسطيني موقف ثابت، وأن لا يسلم تحت أي ظرف من الظروف، لأننا نسعى ونناضل من أجل تحرير الأسرى، وليس أن يعني يرتفع عدد الأسرى بأسير آخر، حيث أن يعني قضية الأخ عمر إذا لا سمح الله ما تم تسليمه هم سيسلموه للحكم المؤبد، لأنه كان محكوما بالسجن المؤبد وأبناء مجموعته تحرروا في صفقة التبادل. وبالتالي نحن نعمل من أجل تمتين وتصليب الموقف الفلسطيني بحيث لا يكون هناك أي احتمال يعني تراجع الموقف في السفارة. يجب توفير مظلة حماية له حتى يعني بما يؤدي إلى الحيلولة دون تسليم. أشكرك أستاذ قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، كان معنا عبر الهاتف من رام الله. وللأسف انتهى وقت الحلقة، لذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد صوالح، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية، وبالغ الشكر لكم مشاهدينا الكرام على كريم متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هذا زاهر بيراوي يحييكم ويستودعكم الله، وكل عام وأنتم بخير. لأن كل ما ننتجه طبيعي 100%.
ولأننا لا نستخدم المركبات الكيميائية في منتجاتنا، فكل من استخدم منتجاتنا أكد لنا فاعلية أدويتنا العشبية الطبيعية. منتجاتنا مجازة طبياً ومصرح باستخدامها من جميع الجهات المعنية. منتجاتنا، استخدمها بأمان. نفخر بشركائنا ووكلائنا حول العالم. تواصل معنا لتكون وكيلاً لنورس. نورس، لقمان الحكيم، صحتكم حياة. تشرق على الأرض شمس تجري بأمر ربها، لا تستريح. تشرق على مآذني بالصبر والتسبيح، ترسم على أسواري وجوها أرهقها الشوق وعذبها انتظار التصريح لتضمني إليها. قاس فصل الأحبة بجدار. نذكر العهد إذا هب الصبا أو وقفنا ساعة خلف الربا، نجتلي في الصبح أشواق الهوى ولحد الشوق سيف ما نبا. من خلفه أعين تمطر بالقهر وهي تنتظر على أبواب العتمة الفجر، كشمعة بنيران الوجد تذوب يتراقص لهبها بحر الأنفاس، لكنها تقاوم. من خلف الجدار أيد تزرع الشوق صمودا وإصرارا على الصلاة، ليسكن النور محرابي وتدب في باحاتي الحياة. لأن على الوعد روحاني لم تعبأ بالخطر، لأن مسافة قلبين في صلوات السحر، فهل تقبليني برغم اغترابي؟ وهل لي بقلبك ينهي عذابي؟ حنانيك ما لي سواك مقر. يريدون قهر أبنائي لتبعدهم دروب الهم عن أعتابي، يريدون نزع أبنائي مني بفصلهم عني، غير أن مآذني تبذر التكبير في سمائي، وتكبيراتي كالشمس تشرق فيهم وتسكنهم، وموعدنا تدبير ما حال بيني وبينهم. لن يوقف الشمس جدار، لن تقهر حجارته أبنائي، لن يصمت التسبيح في محرابي. فما سبق ليل نهار غارق في الوحى.
على كثرة إخوتي غارق في مكبل مكبل يا رب والشوق في عيوني وخاصرتي تئن مآذني بالتكبر.